الأول في الشوط الأول. لكن حارس المملكة العربية السعودية وبالضبط بنادي الرائد. نادي الرائد الذي يعتبر من كم المباراة يعطي انطلاقة اللقاء بين المغرب الرياضي الفاسي ووداد التمارة. وداد التمارة على يمين الشاشة باللون الأبيض، على يسارها الماس المغرب الرياضي الفاسي باللون الاصفر. بالنسبه للطاقم التحكيمي الذي يقود هذا اللقاء، حكم الساحه هو السيد عبد. بالنسبه للقادمون من تمارا، الفريق القادم من مدينه تمارا، فهلال الطير اختار التشكيله التاليه في حراسه المرمى بالرقم 62 الحارس المتميز والذي قدم مستويات، فرصه خطيره. عبد اللطيف الجريندو دخل بقوه في اجواء اللقاء، كره مقوسه خطيره بالراس. كرة من جديد، الضغط بشكل كبير من جانب اللاعبين الفاسيين على دفاع وداد تمارا. اليوم الجماهير الفاسية داخل المملكة المغربية وخارج أرض الوطن كلها في هذه اللحظات متسمرة أمام شاشات التلفزيون. أطفال وشباب وشيوخ، الكل يتمنى أن يحقق المغرب الرياضي الفاسي الأهم والأهم. اليوم أهم شيء بالنسبة للمصاويين هو الصعود. الحارس الذي يلعب اليوم كبديل إلياس البراهمي الذي يرسلها في العمق في ناحية ياسين وكيلي. ياسين وكيلي يمرر في اتجاه الراقي، كرة من جديد للماس، كرة للماس أو الشرقي البحري الذي سيسدد. الشرقي البحري لم يتعامل مع شاق وما يتمناه الجماهير. كرة من جديد للمغرب الرياضي الفاسي. نبيل مرموق، نبيل مرموق في اتجاه ايوب الاخضر، الاخضر الاخضر، ايوب يضعف السرعه، يمر ينجح، سيدخل منطقه العمليه. من الدوري المغربي الدرجه الثانيه كانا هما نهضه اتلتيكا الزمامره ورجاء بني ملال الفارس عين سردون. كره من جديد، تقدم عدد كبير من لاعبي الماس، قد يفقدها قد يفقدها قد يفقدها. ضغط كبير، كان الضغط من المهاجم، ترجع من جديد. قلت بان اليون عالمي. تنفذ بسرعه خطيره في العمق بالقدم اليسرى. نبيل مرموق ينفذ التماس، نبيل مرموق في ناحيه المنطقة الهجومية. الشرقي البحري الذي يراوغ ينجح في المرور، كان يبحث عن الوكيلي، كرة ممتازة. أيوب الأخضر 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 والحارس بويسي عمار. الشرقي البحري هذا الشوط ومن عمر هذه المباراة ما زال التعادل سيد الموقف، صفر مقابل صفر هنا في ملعب الحسن الثاني. هنا في مدينة فاس، كرة من جديد لوداد التمارة وخطأ للماس. هذه المرة خطأ المدرسة. نتحدث عن أنس الزنيتي الحارس الحالي لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، نتحدث عن كريم فقروش. كرة من جديد للفريق المصاوي، كرة في العمق في ناحية الشرقي. المغرب الرياضي الفاسي لعب هذا الموسم سبعة وعشرين مباراة. كرة لوداد التمارة، كرة للفريق تحصل على 47 نقطة. تماس لوداد التمارة، نفذ التماس، توصل لياسين بوعلي. ياسين بوعلي، ما الذي سيفعل ياسين؟ محاصر من طرف لاعبين اثنين، يفقدها، من الطبيعي ان يفقدها لانه لا وجود لاي زميل ولم يمرر في الوقت والمكان المناسبين. ترجع من جديد لوداد التمارة. الحميان سليمان يرسل، يعتبر من اعرق الاندية الوطنية الفريق الذي لم يتألق فقط على الصعيد الوطني بل كانت له إنجازات كبيرة أيضا على الصعيد الإفريقي. كرة من جديد، ياسين بوعلي، ياسين بوعلي يفضل التمرير للحميان، الحميان الحميان الحميان. التسديد، كانت تسديدة، كانت تسديدة من أهلان المهدي، الحميان سليمان اللي تقدم بها، لكن التسديدة كانت من أهلان المهدي. ترجع من جديد بعد التدخل من
الوهابي، كرة من جديد للمغرب الرياضي الفاسي بقيادة ياسين وكيلي. ياسين وكيلي ليلعبها في العمق بالراس، ضربة رأسية ذهبية، تأشيرة تأشيرة التي ستوصل للدوري المغربي الاحترافي الدرجة الأولى إذا ما كان المغرب الرياضي الفاسي يريد أن يعود للدرجة الأولى والقسم الأول. عليه أن يحقق اليوم الفوز والانتصار لتجنب أي حسابات ضيقة في ظل المنافسة، منافسة أربعة أندية. شباب المحمدية الذي يواجه في هذه اللحظات يواجه الاتحاد البيضاوي في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة لأولمبيك تشير. مساوية لا يهمهم مستوى الفريق اليوم أكثر مما يهمهم الانتصار، وأكثر مما يهمهم الفوز، وأكثر مما يهمهم حصول فريقهم على تأشيرة الصعود. هنا أيوب الأخضر، ما الذي سيفعل أيوب؟ أيوب يريد أن يراوغ، محاصر من طرف عدد من اللاعبين، يوصلها لولي عالمي، ولي عالمي اللي سقط. ما زالت فاسية. مساوية وكيلي، جيزا في مكان الشرقي البحري، جي جيزا مهاجم الماس، المهاجم الخطير، الهداف، التسديد، التسديد، تسديدة قوية، لكن دائما التألق حاضر من عمر بويسي. ترجع من جديد لوداد تمارا، هجوم مضاد لوداد تمارا، لم يتعامل معها بالطريقة اللازمة لاعب فريق وداد تمارا. لتعود من جديد مساوية بقيادة الراقي، الراقي يمرر، الراقي يوصل، ضربة جزاء. الجناتي بويسي، الجناتي بويسي، الجناتي بويسي، الجناتي جول، الجناتي. الدولية كانت بتاريخ 31 دجنبر 1948 عندما واجه فريق، عندما واجه فريق من النمسا فريق فيينا. كرة من جديد لصالح فريق وداد تمارا في الجهة اليسرى بقيادة الكاشير المهدي. ما الذي سيفعل الكاشير المهدي؟ يسدد بالقدم اليوزيتش، فرصة لوداد تمارا. يذكر بأن المنتخب الوطني المغربي كان قد خاض معسكرا إعداديا. هنا أيوب الأخضر، أيوب الأخضر في اتجاه شرقي البحري، البحري يدخل منطقة العمليات، يدخل منطقة أنه لا مجال للخطأ في مثل هذه الظروف. ركنية ثانية تلعب في العمق بالراس، سيضربها بالراس. التي تنافس من أجل الصعود، ركنية للماس، ركنية مقوسة في العمق بالراس قادم، ضربة رأسية، جول، ما دخلتش الحارس. بويسي عود، ولقب البطولة المغربية الدوري المغربي أيضا أربع مرات. كرة لعبت خطيرة في العمق في منطقة العمليات، هو أيوب الأخضر هو من سينفذ الركنية، ينفذها أيوب الأخضر، جول، ما دخلتش. أو أيوب الأخضر أو وكيلي أو صلاح الدين ولي عالمي من تسجيل الهدف الأول في اللقاء. الركنية نفذت، الركنية نفذت. كان شاهدا، الذي كان شاهدا على تألق نقطة الجزاء، ركنية لوداد تمارا، ركنية لوداد تمارا خطيرة على المغرب الرياضي الفاسي. التسديد قادم، لكن مبروك للجماهير الفاسية، الماس سيعود.